أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، أشاد بالدعم الكبير الذي يحظى به العمل الإنساني الخيري من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يعتبر الداعم الأول للعمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين من خلال مبادرات جلالته الإنسانية الكريمة في مختلف المناسبات، مثمنا سموه توجيهات جلالة الملك المفدى بتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للأيتام والأرامل البحرينيين، واهتمام جلالته لضمان استمرار هذه الرعاية من خلال توفير مصدر دخل دائم وثابت للمؤسسة الخيرية الملكية وتقوية مركزها المالي بالاستثمارات التنموية والتي تعود بالنفع على المجتمع والأيتام في آن واحد من أجل غد ومستقبل أفضل لجميع أفراد الشعب البحريني الكريم. جاء ذلك بمناسبة افتتاح سموه للبرجين الاستثماريين للمؤسسة الخيرية الملكية أبراج الخير، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين في وزارات الدولة والمؤسسات المختلفة. وتقدم سموه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على اهتمامه الكبير بتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية للأيتام والأرامل والمحتاجين، ومنح جلالته لقطعة الأرض في منطقة السنابس لإنشاء أبراج الخير لتوفير مختلف الخدمات من أجل غد ومستقبل أفضل لجميع أفراد الشعب البحريني الكريم، مشيدا سموه بدعم الحكومة الرشيدة بقيادة رئيس الوزراء الموقر ومؤازرة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقال سموه: إن مملكة البحرين سباقة في العمل الخيري والإنساني، لذا فإن المؤسسة الخيرية الملكية وبناء على التوجيهات الملكية السامية تعمل على الإبداع دائما في تقديم الخدمات الإنسانية والخيرية، لذا يأتي افتتاح أبراج الخير وفق الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى لرفع المستوى المعيشي لأسر الخيرية الملكية والاهتمام الكبير لتوفير مختلف أنواع الخدمات لشعبها الكريم، حيث سيتم تخصيص ريع هذه الأبراج لصالح العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية.